ضيفنا من عمان الدكتور منذر حوارات، الكاتب والباحث السياسي الأردني. سيد منذر، برأيك يعني إلى أي مدى هذه التطورات الأخيرة هي مصدر قلق بالنسبة لدول الجوار ومن بينها قطعا الأردن؟ نعم، مساء الخير لك ولضيوفك ومشاهديك الكرام. هناك قناعة بالأردن أن إسرائيل تسير في اتجاهين. الاتجاه الأول وهو الضغط العسكري على فصائل المقاومة لإضعافها والحصول على صفقة تؤدي إلى هيمنة إسرائيل، ولكن هذه بالنسبة للإسرائيليين. إسرائيلين تحمل في طياتها احتمال أن تعيد هذه الفصائل ترتيب نفسها وتكرار مرة أخرى، إعادة الكرة مرة أخرى. لكن وجهة النظر السائدة في الأردن أن إسرائيل تريد إعادة ترتيب المنطقة من خلال تفكيك حماس، ومن ثم تنتقل للبنان وإضعاف حزب الله، وبعد ذلك تنتقل إلى سوريا وتعود إلى الضفة الغربية لتصفية الحساب نهائيا للقول أو في لتطبيق خطة الحسم كما تحدث ضيفك من غزة. وبالتالي هناك سيناريو إسرائيل أكبر مما يتم تداوله حقيقة، هو إعادة تفكيك المنطقة ولإيجاد سيناريوهات تسمح بتحقيق ما تقول عنه إسرائيل الكبرى حقيقة. إسرائيل على لسان قادتها اليمينيين كانت تعتبر أن جزء من الأردن هو جزء من دولة الاحتلال، وأن بريطانيا خدعتهم وتغضت الطرف عن إقامة الدولة والمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي لا زالوا يضعوا خريطة الأردن جزء من دولة الاحتلال. وهذا ما فعلوه بتسليل سومترش في باريس، وحينما احتجت الأردن احتجاجا شديدا. إسرائيل لا ترى الأردن وطنا بديلا يهجر إليه الفلسطينيين، بل ترى جزء كبير من الأردن هو جزء من إسرائيل تم اقتطاعه منها، وبالتالي هي ترى أن تهجير الفلسطينيين يتم كمرحلة أولى للأردن، ومن ثم إلى منطقة أخرى، والأردن يعود إلى كجزء من دولة الاحتلال. ولكن هيهات حقيقة، هنالك الأردن دولة راشدة، دولة قوية فيها قانون وقوة مجتمعية تساند الدولة، وباعتقادي ليس كل ما تقوله إسرائيل تفعله لأنه أو تستطيع تحقيقه، يمكن لها أن تقول ما تشاء، ولكن في النهاية هنالك إرادة، إرادة للشعوب تستطيع أن تقاوم، وهناك إرادة أردنية قوية لمحاربة ومجابهة ما تقوم فيه، بدليل أنه عندما قامت إسرائيل بالهجوم على الضفة الغربية قامت الدنيا ولم تقعد في عمان، سافر الملك ووزير خارجيته إلى عديد من دول المنطقة ليلفتوا الانتباه إلى أن ما تقوم به إسرائيل ليس سوى مشروع مخطط لعملية تهجير باتجاه الأردن، ونجح الأردن ومع مصر أو الدول العربية. إذا تلاحظ المملكة العربية في السعودية في ذلك الوقت انضمت إلى الثنائي الأردن المصري، وأصبحوا ثلاثي عربي يضغط باتجاه منع إسرائيل من التلاعب بالضفة الغربية، وبالتالي قامت إسرائيل بالانسحاب من الضفة الغربية ولم تقم بما كانت تخطط له. وبالتالي أنا برأيي الفعل الإسرائيلي ليس نهائيا، ليس كل ما تخطط في إسرائيل، فلتخطط كما تشاء، ولكن في النهاية هنالك قوة على الأرض تستطيع أن تفرض إرادتها. الآن هي في لبنان تريد أن تفعل ما فعلته بغزة، تريد أولا أذكرك عندما بدأت في غزة كنا نقول كيف تستطيع أن تدخل هذا المكان المكتظ بالسكان والبشر والمباني، ولكن لم نكن يدر في مخيلتنا أن إسرائيل ستدمر كل هذا، وهي تريد أن تفعل ذلك بلبنان. وبالتالي أنا برأيي الشخصي أن على العرب الآن أن يتوجهوا، لسنا بقدرة أن نتحمل أيضا خسارة لبنان، بغض النظر عن الجهة التي سواء كنا نتوافق معها أو نختلف، من يدمر هو الشعب اللبناني. إسرائيل تقول الآن، تدعي أنها تريد أن تضغط على الحاضنة الشعبية لحزب الله ليضغطوا عليه، لكن بالنهاية هي تدمر لبنان. وبالتالي الآن جاء وقت العرب ليتحركوا بجدية وفعليا لإنقاذ لبنان من هذه الهيمنة والهمجية الإسرائيلية، لأنه إسرائيل تتفوق تقنيا بشكل لا يوصف حقيقة. هذه مش معركة السلاح، هذه أنا أعود وأقرر، هذه ليست معركة السلاح، هذه معركة التقنية والذكاء الاصطناعي، والجميع يعلم كم إسرائيل متطورة فيها، نحن نبتعد عنها مسافات طويلة. وبالتالي أحيانا كثيرة تكون الواقعية هي منجاة حقيقية. على العرب الآن أن يتوجهوا إلى لبنان بغض النظر عن خلافهم مع حزب الله أو مع إيران،
لأنه حينما ينقذوا لا ينقذوا حزب الله، ينقذوا لبنان، وهذا ما يمكن فعله في هذه اللحظة. هذه لحظة فارقة يجب أن يتحرك فيها الجميع ويسجلوا على الأرض تصرف ينقذ لبنان وشعبه من هذه الهمجية. صحيح أنه بغزة فلتت الأمور، لكن هنا يجب أن يتم التدخل. صحيح.